نهاركم مبروك ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تصيبكم بخير نتوما اهلكم احبابكم ناسكم. واش نقول لكم، الله يرفد علينا هذا البلا ان شاء الله ويدخل علينا رمضان بالصحه والهنا. دون سو تيم نتاع رمضان ولا كتب ربي سبحانه، اليوم جيتكم بفكره نديروها اليوم ولا غدوه ولا ديروها وقت اللي حبيتوا، المهم تحضيرات ما قبل رمضان ديروها. سي اون باتا بيتزا سومي كويت، سي اون بيتزا نطيبوها ماشي نص طياب، تشم الفوق وتخرج كما يقولوا، تلموها تحطوها في كونجيلاتور. دوك تبعوا معايا تعرفوا كيفاش. كي تحبوا اون بيتزا في رمضان ما تضلوش تعجنوا، تجبدوها ديروا لها لاصوص سي توسا وتبعتوها للفوق. هذه هي، نبداو على بركه الله. حنمد لكم اون ميزور، لا ميزور انا درتها بهذا الكاس، هاد لا ميزور بهاد الكاس تخرج لكم من 60 حتى 70 حبه، تو ديبون الكبر ديالهم واش تسحقوا. تسحقوا زوج كيسان سميد رطب، انا كيلت بهذا زوج كيسان سميد رطب، انا تاعي ماهوش رطب بزاف بزاف، المهم زوج كيسان سميد رطب ولا اللي شويه فوقه. نسحقوا خميره تاع الخبز، نسحقوا حليب مجفف، حليب غبره، بودغ دو لي، نسحقوا الملح، فلفل كحل، نص كاس زيت، مغرف سكر، باكي خميره. هذه المرحله الاولى. في المرحله الزوجه حنسحقوا غير لافارين برك. دونك واش نديرو دوكا، نديرو السميد تاعنا، راني نعاود او ميم طون لي ميزور. عندنا زوج كيسان سميد رطب، واش نديرو له، نديرو له راهي هنايا مغرف ونص خميره تاع خبز، نزيدو له زوج مغارف حليب غبره. هاد لاباط تجي هايله، تجي خفيفه، تقدروا تستعملوها لحاجه اخرى. نزيدو فوق الخميره مباشره، نزيدو مغرف سكر. علاش فوق الخميره؟ باش تتفاعل لنا فاسيلمون. بون حاجه وحده، اللي ما عندوش حليب الغبره، انا دوكا هذا درت حليب غبره حنطم بالماء، اللي ما عندوش حليب الغبره يدير الحليب كاريمون، حليب شكاير ولا ليجا داكور. دونك هنا درنا الخميره، درنا السكر، الملح نخلوه من بعد مع خميره الكاطو. هنايا واش درت، درت مغرف تاع الماكله تاع زعتر، هذا اختياري، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروهش، نسمو لاباط تاعكم كيما تحبوا. انا جيم بيان هاي لك مغرف تاع ماكله نحكها ما بين يديا. واش تحكيها؟ باش يتفتت، باش ما يجيناش خشين في لاباط. شوف تحكيها كشغله كي هرستيها. فوالا انا نحب البنه تاع فلفل كحل في لاباط، درت مغرف ماشي تاع ماكله تاع قهوه حليب هاي لك داكوغ. نسحق فوي، نخلط هادوما هكا ديجا هكا لي بيان بارفومي. هاي لك بون، سامحوني نخلط، نخلط بيديا دقيقة، نجيب الما دافي ونجي. نديرو نص كاس زيت، الزيت انا درت الزيت العادية اليو، انا نخدم باليو، بصح تقدرو ديرو زيت زيتون، اللي يحب لوكو تاع زيت زيتون في البيتزا يديرو. هنايا بون سامحوني تقدرو تخدمو بالفوي، انا جو تخافي افيك ميما. ومن بعد هنايا نديرو الما دافي، راني وجدت الما دافي، بسو مليح لاباط هايليك. طبعا ماشي كشو لا حد ديرو خبز فطيره، خلطو برك. فوالا ومن بعد نديرو ما دافي، نديرو لها زوج كيسان ونشوفو. فوالا نديرو الكاس الاول، يبالكم بلي الدقيق يشرب يشرب الماء، يشرب السميد، راهو دافي ماهوش سخون بزاف البنادم، باسكو باش ما يخسركمش الخميره ديالكم. زوج انا ندير 3 كيسان داكوغ، 3 كيسان ما دافي. فوالا دوكا بالفوي خلطو. كما راكم تشوفوا لاباط تاعي خمرت، هذه هي المرحله الثانيه، نحتاجو فيها الفارين. دوك نكيل لكم بالكاس، الملح بلا كنت نساوه، وخميره الكاطو، وهات القطاعات ومن بعد نستعملوهم. بون لهنا قبل ما نبدا نهبط نرمي لها الفارينه.
راهي مغربله الفرينه ديالي. انا نرمي زوج كيسان، واحد على بالي تاكل بلوس، نبداو بدو ونوجد لو ثوازيام. نروح بالمغرف ودوك نشوفو شحال شحال تاكل. هاديك لو ثوازيام. هنا درت الكاس الاولاني وزاوج ياك، درت زوج كيسان، نزيد هكذا ملح نص من المغرف، الخميره نزيدها دوكا باش نتهملها ما ننساهاش من بعد، نزيدها من في الطرف ونبدا بسم الله نضم. هنا عندي قيس كيس وكاس واحد اخر، هنا درت زوج كيسان، انا راني مكيله اربعه داخل هادي، هذا الثالث نخليه باين باللي نزيدو، الرابع في الشك باش نعطيهم اكزاكتومون شحال لازم. اوكي داكوغ، ونبدا نعاود نخلط نهبطها فوالا. هاو الكاس الثالث وباينه بلي حنزيدها باسكو نتوما راكم تعرفوا العجينه تاعكم. دوك نزيدو الثالث ونشوفو. هنا راني نزيد في الرابع البنات، دوكا نكمل نطم لاباط ونولي ليكم نعطيكم اكزاكتومون لا ميزور. راني كملت طميتها دوكا، خدات لي خمس كيسان فرينه، خمس كيسان فرينه، تخلوها شويه طريه. شوف باسكو علاه دوك قد ما تزيدوا لها الفرينه تقعد شويه تلصق باسكو فيها الحليب تاع البودره. دوك واش نديرو، ناخذو كميه منها نخلوها تريح ما والو، واسو يديكم غبروا يديكم بالفرينه. ناخذو كمية من العجينة هاك ناخد هكدا، والأخرى نغطيوها مليح في البلاستيك ونخلوها. راكم تشوفو راهي تنضم مانيش تلصق بالضغيمة، غبرو لو بلون دو طرافاي مليح فوالا وتبداو تحلو. دوك واش نديرو نكسبليكي لكم بعد نروح تخدمها ونولي ليكم. دوكا هكدايا رانا نحلو فيها، ومن بعد واش ندير نقطعها. انا جوفي شوازيغ هاد لي موايا ما نحبش لي كبير بزاف، نقطعها نبيكيها ونعاود نوريها لكم في السنيوه نوري لكم كيفاش طيبوها. داكوغ هامليك كلها هنايا، هاني درت لا بروميير فاغ، تقبوها كاع هكدا كيما راكم تشوفو، نتقبوها الفوق تاعي درتو يسخن. دوك واش ندير، ندخلهم للفوق او شاعل هو من الفوق ومن التحت، غير ندخلهم نطفي الفوق تاعي بالفوق، ندخلهم من التحت واحد 5 مينوت حتى 7 مينوت، نشوفهم شدوا رواحتهم وبداو يتنفخوا ما يقعدوا بيوضه، ومن بعد نشعل لهم شويه من الفوق ومن بعد نعاود نوري لكم حتى نكمل الكميه ونخرجهم ونحطهم يبردوا. كي نكمل كاع الكميه نوري لكم كيفاش تستحفظوا بهم ونوري لكم كيفاش طابوا، هكذا تفهموا بلوس بالنسبه للفوخ. هامليك حبابي كملت طيبتهم كامل، هذه هي لا كونتيتي اللي خرجت لي هذيك لا ميزور. المهم لي ميزور تاع مقبل اللي ذكرتهم كامل، ومن بعد نحطوهم لكم في صندوق الوصف. هاولي كيفاش لازم يطيبوا، ابان حموره من تحت وهنايا بيوضه، انا جاوني شويه خشن راكم تشوفوا، علاه باسكو انا حليتهم 3 مليمتر نحبوهم هكذا. دوك هكذا نحتفظ فيهم بال في الكونجيلاتور رمضان ولا كنا ملحيين، كي نحب نخدم بهم نجبدهم يدي كونجلاو ندير فيهم لاصوص طوماط لا غارنيتور ونلوحهم في الكوشه. هامليك هنا خرجوا لي لا كونتيتي اللي مديتها لكم، خرجت لي 75 حبه. كيفاش تحتفظوا بهم، تاخذوا قد ما تحبوا، كيما انايا ندير 12 باغ اكزومبل 12، هادوك عندكم زوج حلول، او بيان تبلاستيفيوهم في سيلوفان اليمونتير وديروهم في الكونجيلاتور، او بيان ديروهم في لي ساشي تاع كونجيلاسيون وديروهم في الكونجيلاتور. هذا ما كان تسدفوهم هكذا اون كونتيتي اللي حبيتو وتحطوها في المجمد. ان شاء الله تطبقوا الوصفه هذه داكوغ، وشجعونا سيغ لاشين، ديروا دي جيم دي كومونتير واش عجبكم واش ما عجبكمش، ابوني فو فرقنا بلاد نوب، تهلاو في رواحتيكم. We'll be right back.